استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي سيرجي شايجو سكرتير مجلس الامن في روسيا الاتحاديه الصديقه وبحث سموه معالي سيرجي شايجو خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في ابو ظبي مواصله تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في ظل الزياره الرسميه التي قام بها صاحب السمو رئيس الدوله مؤخرا الى روسيا كما تبادل سموه وسكرتير مجلس الامن الروسي وجهات النظر بشان عدد من القضايا والملفات الاقليميه والدوليه محل الاهتمام المشترك